مرحبا بكم من جديد. نقدم لكم اليوم ملخص كتاب الثقة والاعتزاز بالنفس للدكتور إبراهيم الفقي. هذا الملخص مقدم من قناة ملخصات كتب. يمكنك طلب كتب الدكتور إبراهيم الفقي من الرابط الموجود بمربع الوصف أسفل الفيديو. ملخص الكتاب: يقدم الدكتور إبراهيم الفقي في كتاب الثقة بالنفس مجموعة من الطرق العملية كالاختبارات المستخدمة في تحليل الشخصيات وجداول وخطط أخرى لتحديد الأهداف والأولويات ليساعد القارئ على الغوص في أغوار ذاته ومعرفة نقاط ضعفه وتقويتها ليحظى بشخصية قوية قادرة على الإنجاز وبناء علاقات إيجابية مع الآخرين. وجاءت هذه الاختبارات العملية مدعومة بمعلومات ومقسمة إلى فصول تحمل الأفكار التالية. الفصل الأول: إنني إنسان. إن البداية هي أن تعترف بأن لكل منا الحق في احترام الآخرين فقط بسبب وجودنا، فقط لأننا بشر. يجب أن يختار كل فرد بنفسه ما يريده دون أن يبدي أي شرح أو تبرير للآخرين. وينشأ معظم شعورنا بقلة تقدير الذات من تجارب الماضي المؤلمة عندما كان أي شخص مهم في حياتنا يجعلنا نشعر بعدم كفاية، ويستمر الشك بأنفسنا كلما امتد النقد إلى أن نشك بقدراتنا على القيام بأي شيء على وجه صحيح. بغض النظر عن التجارب السابقة، لن يفوت الأوان أبدا حتى تتعلم وتغير رأيك في نفسك وقدراتك. الفصل الثاني: مع موقف فكري إيجابي. ليس هناك شيء مستحيل أمام الإنسان الذي يستعد للنجاح ويحدد الأهداف ويتجه نحو غاياته بموقف إيجابي وحماس. وبالمقابل يجب علينا محاربة السلبية التي تراكمت داخلنا نتيجة تعليمات سلبية من ذوي السلطة في حياتنا. والطريقة الوحيدة للتغلب على السلبية هي أن نمنع هذه الأفكار ونستبدلها بأخرى إيجابية. لن يهزمك أحد إلا إذا اعتقدت أنه يستطيع ذلك. الفصل الثالث: آمال عريضة. إن المشكلة التي يواجهها معظمنا عندما نقرر أن نغير حياتنا إلى الأفضل هي أننا نتوقع أن ننتقل من التعثر بلا هدف إلى تحقيق قفزات مدهشة دفعة واحدة. وعندما نفشل نتخلى عن هذه الفكرة. إنه من السهولة في هذه العملية اتخاذ القرار، أما التغيير الفعلي فهو عملية مملة وطويلة تقتضي التزاما من جانبنا مهما اشتدت الظروف لكي لا نخسر ثقتنا بأنفسنا عند التعثر. قم ببناء ثقتك بنفسك بوضع أهداف واقعية. اختر أهم شيء أو شيئين بالنسبة لك وركز عليهما. الفصل الرابع: تقليل المخاطرات. يعني تقليل المخاطرات اتخاذ عدد من القرارات الدقيقة. نادرا ما يتحقق النجاح في أي موقف معقد وهام من خلال حكم مرتجل أو قرار فردي. عندما تأتيك الفرصة فإن أول خطوة في تقييم الاحتمالات أن تعلم أكبر قدر ممكن من المعلومات. الفصل الخامس: الشدائد تزيدك قوة. تزداد قوتنا كلما واجهتنا المشكلات، فكما تقوي الرياضة العضلات فإن التغلب على العقبات يعلمنا الإصرار والعمل بجد واجتهاد والنجاح في النهاية، ونصبح أقوى وأسرع وأفضل فيما نقوم به. إننا كلما فشلنا نزداد نجاحا إذا داومنا على المحاولة. الفصل السادس: أنت كما ترى نفسك. من المحتمل أنك ستصبح بمرور الوقت كما تعتقد في نفسك. إذا كنت مفعما بأفكار سلبية هدامة فسوف تكون إنسانا حزينا وغير سعيد. وإذا تخلصت من هذه الأفكار وركزت على أمور إيجابية فستكون إنسانا سعيدا ومنتجا. الفصل السابع: فن تكوين العلاقات. لا يستطيع الإنسان أن يعيش منعزلا عن الآخرين، فنحن نتعلم من العمل مع الآخرين ونزيد من قدراتنا
عن طريق تكوين علاقات مع أفراد تكمل مهاراتهم ومواقفهم مهاراتنا ومواقفنا. وعملية تكوين العلاقات ليست مسألة خارقة، إذ يستطيع كل منا أن يجند الآخر لمساعدته في الوصول إلى أهدافه الشخصية إذا كان مستعدا للعيش وفق مفاهيم بسيطة كاستحقاق الصداقة والاحترام وتقبل مبدأ أن الناس أخيار في الأساس، بالإضافة إلى الثقة. الفصل الثامن: أمور تؤمن بها. لكي تتجنب الانحراف بلا هدف يجب أن يكون لك فلسفة راسخة، أي مجموعة من الأمور التي تؤمن بها والتي قد توصلت إليها بوعي وعناية. من ناحية أخرى، عليك أن تتوصل إلى أمر جديد تؤمن به في كل مرة تواجه فيها قرارا حاسما في حياتك. شكرا للمتابعة. إذا أعجبكم الفيديو شاركوه مع أصدقائكم، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة. مع قناة ملخصات كتب، كل الكتب بين يديك في ملخص.